هنعمل حاجة بين عجينة السنابن كده وبين فيها بش برتقال، يعني طعمها مختلف. مش هقول ان هي سنابن، هي لفايف. في ناس بتسميها كرافنز، اللي هي بين المافن وبين الكب كيك. خلينا نشوف ده. هنقول المقادير بتاعتها ونشتغلها مع بعض دلوقتي. المقادير بتاعتي 3 كوبايات دقيق، ده للعجينة نفسها، معلقة خميرة، نص كوباية حليب، معلقتين سكر بيضاية، نص كوباية زيت، ومعلقتين لبن بودرة. طبعا مية للعجن أكيد، يعني مية دافية. الحشوة بتاعتي 3 معالق كاكاو خام، 2 معلقة قرفة، سكر وزبدة سايحة، ومعلقتين بشر برتقال. الصوص بتاعي 2 كوباية سكر بودرة، 1/4 كوباية لبن أو عصير برتقال، الموجود عندك عصير برتقال بيبقى أحلى، 2 معلقة كاكاو خام، ومعلقة بشر برتقال. يبقى أنا عندي بشر برتقال في الحشوة، وبشر برتقال في الصوص بتاع الصوص بيتحط على وش العجينة. خلاص، هي مش سينابن لأن فيها كاكاو وفيها برتقال مختلفة، بس هي نوع من المعجنات حلو قوي. هنعمله مع بعض. هاجي كده هحط، بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيق طبعا أكون نخلاه أفضل عشان تبقى هشة معايا. هحط لبن البودرة، سكر، سكر اكمله اجي الخميرة، هحط السوائل قبل ما احط المية وابتدي عجنها. ادي الزيت، اللبن، والبيضة، واقلبهم الاول. هي بتاخدش ميه كتير لان فيها سوائل. بصوا اهو، لازم احسها بايدي بقى علشان اعرف هحط ميه قد ايه. ما بتاخدش ميه كتير، خدي بالك ميه قليله قوي، لان بصوا العجينه يعني تقريبا لمت اهي، تقريبا لمت معايا. بصوا اهي اهي، فهحط ميه بسيط قوي اهي، شويه ميه بسيطه، واعجن واشوف محتاجه ولا لا. خلاص اهي اهي، بس اهي، وهبتدي احطها بقى. يعني انا هلمها بايدي واحطها في العجانه تكمل العجن بتاعها. مين معانا؟ اماني، يا اماني، ايه اماني، وطي التلفزيون لو سمحت. ايوه، ازاي حضرتك؟ اهلا يا حلوه، ازيك؟ الو، انا وصيتي حضرتك. ايوه انا حضرتك. ايوه حبيبتي، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله جميله، كله تمام الحمد لله. استاذنك، ممكن المقادير اللي حضرتك بتعمليها تاني؟ ايوه هقولها لك من تاني، وخدي بالك احنا اخر الحلقه المقادير كلها بتنزل تاني بتاعتنا، يعني ياسر المخرج بتاعنا مشكور بينزل المقادير كلها من تاني على الشاشه اخر الحلقه، وهقولها لك تاني. عينيا الاثنين، وتسلم ايدك على الكلمه، ربنا يخليك. اهي بعجن العجينه كويس واسيب العجينه تخمر. زي ما قلنا هي اخدت شويه ميه بسيطه جدا اهي، وبتتعجن براحتها، واسيب العجينه تخمر. ما شاء الله اهي اهي. خلاص علشان الصوت عالي، وايه انا عايزه اشتغل معاكم. احمد عايزه الدقيق لو سمحت، علشان افردها لازم يبقى عندي دقيق على القرصه بتاعتي اللي هشتغل عليها، سواء رخامه او الخشبه. هشيل دي وانضف الدنيا عشان نشتغل مع بعض، نجاوب على حاجه من الاسئله، نجاوب عليه، فكروني للطلب. التوميه، بص يا ستي، التوميه بجيب كوبايه ميه ومعلقتين نشا، اقلب النشا في الميه كويس جدا، وبعد كده ارفعهم على النار
يبقوا زي المهلبيه خلاص. وبعد كده سيبها تبرد، احطها في طبق واسيبها تبرد. هتلاقيها لما تبرد تبقى تخينه قوي، يعني حاجه تخينه قوي كده، مهلبيه تخينه قوي. هتحطيها في البلندر في الخلاط، تحطي معاها معلقتين مايونيز، هتحطي معاها علبه زبادي، كوبايه زبادي، هتحطي معاها اربع خمس فصوص ثوم مفرومين، معلقه خل وملح، وتروحي ضرباهم في الخلاط كلهم. هيبقى عندك احلى توميه تدوقيها. ممكن نحط معاها زيت زيتون، تتعمل من غير زيت وبتتعمل بالزيت، هي خلاص بقت صوص. بس زيت الزيتون لو حطيتي فنجان زيت زيتون عليها كمان بتبقى تحفه رائعه. ميرسي يا احمد، تسلم ايديك. كفته الفراخ، بصوا بقى كفته الفراخ، بفرم الفراخ كويس قوي، والفراخ عشان تتفرم معاكي حلو ممكن تخليها نص مجمده علشان تتفرم ناعم، ما يبقاش فيها حتت كبيره متكتله خلاص. وبعد كده بتعملي كوبايه، بتجيبي نص كوبايه لبن مع معلقه دقيق، وتعمليهم زي البشاميل، بيبقى بشاميل تخين كده، نص لبن مع معلقه دقيق على النار، واسيبه يبرد. لازم يبرد كويس قوي قبل ما ابتدي اشتغل في الكفته. بصله مبشوره، فص ثوم، البهارات بتاعتك اللي تحبيها، واعملي الخلطه دي كلها مع بعض. البشاميل هيدي كفته الفراخ هشاشه رهيبه. وبعد كده هنصبحها ونعملها بالبيض والبقسماط ونقليها في الزيت. بصوا العجينه ما شاء الله بقت هشه، حطينا دقيق اهو، وادي العجينه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، هاجي افردها. بفردها زي ما قلنا، هي مش سينابن رولز، لا دي بيبقى فيها كاكاو، يعني بيبقى طعمها فيه طعم الشوكولاته شويه، وبيبقى فيها برتقان، فهي طعمها مختلف بس بتبقى حلوه وشكلها برضو ظريف. يعني هنعمله مع بعض. لازم العجينه تخمر لغايه لما حجمها يتضاعف، يعني ما ينفعش اعملها وهي مش خمرانه او ما خمرتش كفايه. وبعدين انا بفردها وبغير مكانها كده علشان ترجع تمط، يعني ترجع تكش وافرد تاني خلاص. اهي النشابه، مهم انها تبقى تقيله، هتسهل عليكي علشان الناس اللي زي حالاتي ايديهم ما بتستحملش كتير حاجه انها تشتغل كتير كده، فالنشابه التقيله ده بيبقى اختراع رائع انك تشتغلي بيها خلاص. هاجي بالسكينه، بسم الله الرحمن الرحيم، السكينه، ادي بالسكينه، واروح اسمها اربعه خلاص. ادي اهي، واجيب الخلطه بتاعتي دي، مش مشكله هبتدي بيها. الزبده، هجيب بس الزبده عشان انا كنت بسيحها في الميكرويف. ادي العجين، وادي العجال شيلناه عشان نشتغل كويس. هجيب الحاجات بتاعتي اللي انا هستعملها، وهاجي ادهن العجينه بزبده، ارشها بالزبده السايحه. اوكي، وارش عليها خليط من انا مش عايزه احط كله علشان ايه ما يبقاش كتير. ادي القرفه والكاكاو، السكر، وبشر البرتقال. الافضل ان انا اخلطهم من الاول، يعني ما ارشش واحده واحده. بصوا لونه غامق اهو، لونه غامق اغمق من اللي احنا بنعمله في السينابن، لان ده فيه كاكاو خام. اوكي اهو، وهاجي اعمل ايه، هلفها
وبعدين هاجي بالسكينه اشق. بسم الله. اوكي اهي شقيناها. دي عايزه وبعدين هروح لفاها كده. اهي اوكي. انا عايزه بس ادهن لك الصينيه علشان احطها على الصينيه تعرف تاخدها احسن ونعمل بعدها. اهي تاني نعمل التانية. هاجي اهي الزبدة و هرشها بالخلطة بتاعتي دي. بتبقى حلوة قوي. قشر البرتقال فيها بيدي فليفر رائع. اهي اوكي شايفين اهي كده. واجي بالسكينة. بسم الله. طبعا انت ممكن تعمليها اصغر من كده يعني الحجم اللي يريحك. هاجي هشد دي اهي والف اهي 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 بصوا اهي وبدخلها فرن سخن لغايه لما تتخبز. الفرن بكون عاملاه على 180، بتقعد في الفرن حوالي تلت ساعه. دي جنب اختها. وهنعمل بقى الصوص علشان نجهزه. الصوص بتاعنا عايزه بوله وسط. نجاوب على سؤال لغايه لما تجي لنا البوله الوسط لانها دي كبيره. الكشري الكشري انا بالطريقه بتاعتي بسلق العدس. مع توم، بحط فيه فصين ثلاثة توم، وبحط معاه كمون كتير وملح وفلفل. كمون علشان الغازات بتاعته. كوباية عدس، بعمل معاه كوبايتين رز. بسلق العدس وبعد كده بعمل بصفيه واحط معلقة سمنة في الحلة. هحط عليها بدقع الرز طبعا، كوبايتين رز بنقعهم نص ساعة تلت ساعة. هحط تلات كوبايات مية تغلي، وهحط معاهم معلقة بهارات مشكلة، ملح وفلفل وكمون، وحسقه الرز والعدس مع بعض لغايه لما يستوي الرز بسوى العدس بيستوي، يستوي الرز مع العدس والبهارات، ويبقى عامل زي المجدره الشامي كده شويه. هعمل المكرونه، بسلق المكرونه وبعدين بشوحها في شويه زبده، وبعمل صوص الطماطم التومه ريحتها هتطلع كده في الزيت، واروح حاطه عليها عصير الطماطم. وحاطه انا بعمل في البيت عندي الطماطم مع الدقه، يعني ما بعملش الدقه لوحدها، بحط الدقه دي على الطماطم. ازاي؟ بحط الطماطم تغلي على التوم، بروح احط بقى فيها توم ني، بحط فيها كمون، وبحط فيها خل، وبحط فيها سكر، واخليها تغلي مع بعضها بحيث طعم الصلصه يكون في الدقه. اللي بيحب الشعريه هيعمل طبعا كوبايه شعريه، وهيحط طبقات الكشري على بعضها، والبصل المحمر طبعا، البصل بقطعه ترانشات واحطه في نشا وبحمره في الزيت يبقى مقرمش وطعمه يجنن. خلاص؟ لا البوتاجاز خلاص دي خلينا نعمل الصوص. سكر البودره مع كاكاو وبشر البرتقال، دول اول حاجه. هحط بقى عصير البرتقال او لبن زي ما انت عايزه بالتدريج. اول ما الصوص يبقى تقله خلاص كويس يبقى
ده بالنسبه لي اوكي، ما بحطش كتير يعني لان ده سكر بودره فبيدوب. اهو بقلبه كده لغايه ما يبقى عندي صوص. اهو بص صوص ناعم، خليني اعمله بال اهو اهو اهي ادي الصوص بتاعي، صوص شوكولا حلو بطعم البرتقال. حسيت ان انا عايزه اخليه لا هو لامع بس انا حاسه ان هو تقيل بالنسبه لي، يا اما ازيد له لبن يا اما هزود له شويه ميه عشان اهو عشان يبقى خفيف معايا، انا مش عايزاه تخين عليها. اهو بصوا اهو ده كده قوامه حلو قوي. طبعا اللبن هيبقى احسن بس انا لسه هستنى انهم يجيبوا لي جوه لبن، فانا حطيت الميه وطعمها شغال. بالظبط الشطاره انك تعملي انت الحبوب دي المحبحبه، ده بشر البرتقال مش سكر مكتل، ده بشر البرتقال لان احنا حاطين بشر برتقال عشان ما تفتكروش دي ان السكر متكتل. ادي الصوص بتاعي ريحته فظيعه وطعمه فظيع. الصوص ده هيتحط على الكرافنز دي بعد ما تطلع من الفرن.